Janine, bonjour. Rien cook عامل الريال بلان كيك بخير مدام. صباح النور، شنو حوالك؟ انا سافا؟ تعمل لك الشيم تاع خوها على خاطر عامل لك واو، اللي بعد اللي شيرتين. ريال محيه باللي هي نحينا الريال بلان اللي تنجم انت هاي اين حاتو رنوم خليه نوال احسنت فوالا، مدام. بالنسبة للوراق راني دخلت على السيت مرتين ما لقيتهمش، انا حبيت نمدهم نتتبع بيهم. مرة هذه ما بعتش على خاطر لا ترفوها، وقت بعثت لهم ما كملنيش الاكتيفيتي، ما كملنيش السيري معناتها، دونك اليوم مش نكملوه المرة فاتة. اوكي، حاضر تقسين عليه المرة فاتة. مدام بربي عندي جست سؤال يفرحك. لو تسمح قبل ما يبداوا يجيوا الصغيرات الكل، هي عندها الامتحان ان شاء الله بعد غدوة رياضيات. اعطاونا المبلغ قديش يملك هو، بعد حسبنا ثمن الكراستين عند الدفع يخفض له البائع 12 مليم، احسب المبلغ الذي دفعه محمد. انا يا لندرا المبلغ الذي دفعه محمد توا نحسب معناتها ما يملكه الا 12، والا ثمن الكرات اللي عليه تخفيض هو اللي الا 12. لا، إذا هو قال لك عمل تخفيض مش يولي ثمن الكراس إلا 12، ثمن الكراس اوكي. ما لا رميز ذيك. اي خاطر علاش قال لنا المبلغ الذي دفعه مش نتاع معناتها بعد التخفيض، قلنا لعل معناتها ما يملكه نحيوا منه 12. بيه يا زيزتي ثمن الكراس الا الواحد يعيشك فوالا التخفيض، يعطيك أما كان ممكن هذيك الريدو تسكره على خاطر يعمل الفلوي في الضوء، خاطر اتفضل. تولي راني ما تظهر ليش راهو. هاي جاتك راني متوه كنت مش عارفه. الضوء الضوء عنده باش ضوء في بيتي. ايوه نقوم قد شويه ريدو حبيبي ريت قد الريدو بالكوتي هذه اللي فيها الشمس هذه. فوالا لو غيدو هذيك هذيك، لو خاطر راني مانيش قادر نشوف فيها بالباهي. سافا هكا نزيد قد الاخر بدا قد الاخر تنطفي سافا وتبرد. فوالا، هاي هاي سافا. اوكي، خلي سي بون هاي هذيك جايه الاخر زيد. صباح النور يا أطفال، أي براء، أي أريش، أنس. شفت هذا ولا المبلغ الذي دفعه محمد ثمن الكراس الكراستين 414 إلا 12. صباح النور أنس. صباح النور سيدتي. ولدي تفضل. أنا نات سنين عندي رياضيات. أي نعرف، دونك اليوم باش نعمل مراجعة، واللي عنده حاجة مش فاهمة يقول لي. أوكي فوالا. ريش برا يا تسالي، نعمل مراجعة على النقود، أعداد من 0 إلى 499، هكا وين وصلت ولا؟ نعم أنيم فوالا برا ريش. أي ولدي، صباح النور برا، صباح النور. أي أطفال انتبهوا، صباح الخير سيدي. نعطيكم الوقت باش تخدموا، تعتبروا روحكم في امتحان. برا صباح النور. اوه شبي ما تغشش برا، وين نجم نخدم الحصه ما غيرك انتي؟ بارك الله عليك. بسم الله برا صباح النور. اللي فاشي لي زونفون، زابا اعتبروا روحكم اليوم في امتحان. اوكي، ناخذ وقتنا، قرأوا السند الأول. أعطوني الإجابة على السؤال الأول خطوة خطوة. أوكي أرى، صباح النور. صباح النور. إيش بيك متغشش؟ ها؟ إيش بي ولدي؟ إيش بيك متغشش؟ صباح النور، سافا. إيش بي براء اليوم؟ نخرج نلعب وما نقراش.
لا عايشة طبعا بعد هنا. قلت لك امتحاني السيد، قلت لك انت امتحاني يا ولدي، وكم هيا الجمعة هذيا، وجلس في البركة تلعب كيما تحب. هي عايش ولدي طبعا مع صحابك. باش نبدأ السند الأولي، شكون يقرأ السند الأول؟ براء، براء نسمعك. أي صارت سند منالة، من؟ أي صارت منالة حصالتها، فوجدتها قطع النقدية التالية: مية ايه وخمسين، 250، 50، 20. فوالا، ابحثوا عن قيمتها، ابحثوا عن قيمة القطعة النقدية. سيدتي الإجابة على اللوحة. قولوا لي على اللوحة. فوالا، عمل فردي خطوة خطوة، اللي مش فاهم حاجة يقول لي وكهو. صباح النور، بيتش سعيد، نرفع اللوحة. براء كملتي ولدي؟ لا. بلي نستناوك. نكتب النتيجة كهو. النقود النقدية كم؟ نحسبه وبعد نكتب اللي جابه في اللوحة. فوالا، أي أنا استراح، ارفع لوحدك، قضية القيد، برافو، يعطيك الصحة، هبط لوحدك، أي، رنيم، أي براء، بونجور أي براء، مجموع، كتير. نعم. غلط، عاود ثبت، خطأ، برافو رنيم، صباح النور هيرون، أي ولدي؟ أي هيرون، في السند الأول كسرت مليل حصالتها، فوجدت القطعة النقدية التالية: 150، 200، 50، 25، ابحث عن قيمتها. براء، براء عايش ودي، انت خديت الاعداد بالغلط، راك في اللوحة عاود اكتبهم بالصحيح، والا ما حطيتش الاحاد تحت الاحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. عاود وريني لوحتك، وريني شو كتبتها. ما خطأ عايش ولدي، ثبت فيها، برافو مؤمن، هذه حنور يا مؤمن، يعطيك الصحة يا ولدي. أي هيرون، أي براء، قضية الإجابة، يا أتيلي براء، سألتي العقد الآخر ما نشوفش فيه. ما هو يا ولدي؟ 20، هيرون يظهر لك ولا؟ نعم. فوالا، دي الإجابة،
مئتي مع مئة مع خمسون مع خمسون مع عشرون كم يساوي؟ برا 32 32 يا ولدي 32 شوفوا غلط احسب انا وياك هاي برا انتبه هاي برا اغزر للشاشة مئتين مع مئة كم يا برا؟ 300 صحيح نزيد نحسب تو خمسون مع خمسون كم؟ 100 300 مع 100 كم تساوي؟ 400 400 اش فضلت لي؟ فضلت لي 50 وال 20 50 مع 20 كم تساوي؟ 50 مع 20 تساوي هاي 50 مع 20 تساوي 70 70 دونك 400 مع 70 كم تساوي؟ فوالا يعطيك الصحة مش 32 ركزوا شوية راهو يعتبروا روحكم في وضعية امتحان اعتبروا روحكم في وضعية امتحان شوية تركيز وكهو ربيع النور سيدتي أصلا في أسبوع هذا امتحان امتحانك أنس اللي تكلم يا أنس سيدتي أولدي تفضلي امبارح سيدتي نتاع المدرسة بعثت لنا مراجعة خدمت نصها امبارح واليوم خدمت نصها الكل إيوا لكن هكا من بعد نقراو شوية من المراجعة اللي بعثتها لك قرا لنا أنت وأصحابك يسمعوك يخدموا بهي اوكي اي في باش نكمل الباقي اي نتعدي هيرون فهمت كيف هي 470 ولا نعم تري بيان هيرون اقرا الجمله هذه اي فقط سيدتي فقط مرالو 270 ملي مثل ما انفقته ومثلوا ما انفقته بلي عايشكم ما تغزوش ليكم الدائرات اللي انا حطيتهم راكم تجمو تستحقوا اكثر تجمو تستحقوا اقل دكاغ تفضلوا اي امثلوا ما انفقته مانيلا سيدتي مثلهم باربع قطع لا شنو قلت مش نحيهم القطع هذوما اي فوالا تخلي قطعه واحده انت تتصرف هو السؤال هذايا لك امثلوا ما انفقته مانيلا أقلك بأقل قطع نقدية ولا حتى شيء معناتها أنت عندك الحرية باش تختار عدد القطع فهمتني ولدي هي فما نوع من الحرية برافو يعطيك الصحة ريتاج هبت لوحتك ما رجية حتى واحد لا يفعل لوحة إلا بالإذن سيدتي أرفع اللوحة حتى نراكم كلكم كملتوا أمين شنو السؤال؟ ما هو السؤال؟ اقرأ السؤال مثلوا مثلوا ما أنفقته مناء أين؟ ما أنت مش نمثل ليش؟ الإجابة عن شكون؟ رنيم دعي نرفع الألواح برافو برافو أنس برافو رنيم برافو رنيم دو رنيم اون هاي ميتاج تري بيان مؤمن ريست أليف برا أمثل 270 ملي مي يعطيك الصحة راني مي حبت لوحدك يا بنتي برا زيد واخر شوية يعطيك الصحة تخي بيان عريش ميمي
نعم سيدتي، ارفع لوحتك. تستعمل عن هيك هاي روريت العمل متاعك هاتك الصحة تخي بيان. هاي أريش يعطيني الإجابة. مئتين. مئتين أي بعد شنعملو؟ خمسون. خمسون هاتك الصحة. أي عشرون. عشرون برافو، أهي الإجابة. مئتين خمسون وعشرون، أو نجم المئتين هذه كنفكك مئة مع مئة هكا ولا؟ أي نجم نعمل أربع خمسينات، خمسين نمثلها بأربع قطع نقدية، خاطر خمسين نمثلها بأربع قطع نقدية تلقى مئتين، صحيح ولا يا أطفال؟ نعم. فوالا دونك عندك الحرية. والعشرين نجم نحققها عشرة وعشرة. فوالا نجم، مادام السؤال ما قالكش بأقل قطعة نقدية، أي إجابة راهي مقبولة. إذا هو قال لك أقل بأقل قطعة نقدية، تعملها بأقل قطعة نقدية وأنت تقول له راهو المئتين مثلها مئة مع مئة، غلط. خاطر إحنا عندنا قيمة قطعة نقدية بمئتين مليم. فهمتوني؟ نعم. باهي نتعدي السؤال من بعد. وي هل تستطيع البنت شراء قطعة حلوى ب 195 مليم؟ نعم. 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 باهي قولي له إجابتي. لأن 275 لا 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 ما نقبلش الإجابة هكا، أنا محلية براء. رفع الإصبع. فوق فوضى. لا براء. لأن 270 أكبر من 195. برافو تري بيان. علامة أكبر. العلامة ما تمشيليش في الإكران الكلافي. نعم يا أنس. ميتي كنت باش أنا رفع صبعي كنت باش باش تعطينا نفس الإجابة. تري بيان. أي مؤمن اقرأ السؤال. أي عندي إجابة عكسية. عدد لحظة لحظة نسمع أنس. شنو الإجابة يا أنس؟ لأن نعم سيدتي رجع الفوق باش. أيوة تفضلي. أيوة تفضلي. نعم نعم يمكن منال شراء قطعة حلوى بمئة 95 لأن 195 أصغر من 270. يعطيك الصحة يا ولدي، برافو. أي مؤمن تفضلي. عد مراد نقودها فوجدها 465 مليما. أواصل تمثيل المبلغ 200. تفضلوا. أي أواصل تمثيل المبلغ. عطيتكم قطعة نقدية ب 200، ليه ما تغزروش للدوائر؟ ما تغزرلهمش هيك الدائرة اللي أنا حاطة. أنا عطيتك 200 مليم وأنت كمل الباقي. سيدتي نكتب الباقي. أي ابدأ اكتب ال 200 قبل، أضع 200 نقدية وبعديك كمل بالباقي. باهي. على هذه سهلة. سهلة جدا. أنهيت سيدتي. بدك نرفع اللوح. أنا هاي سيدتي. لحظة لما نسمعكم كلكم كملتوا. أخذوا على ريحتنا اليوم راهو. إحنا في وضعية. أنهيت. صحيت يا ريتاج. هيرون. سيدتي.
برافو، كملت هارونة؟ نزلت. ريش، مأمن، أنا هيك. هاي أنا هيك أول وحدة. عند تغاي نرفع الألواح هاي. أما وصعوا بالكم معي دو بالواحد بالواحد. برافو أنس، برافو ريتيش. استنى رنيم، بيان غلطة رنيم، ثبت نقصة حاجة رنيم. مأمن، هيرون ارفع لوحتك بالباهي. غلط هيرون، ثبتي. السيد الشيخ لازم نزيدها 200 موجودة. ليه عاد ما تعطيش إجابة لفظية؟ عيش بنتي، لا 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 لا، عطيتك قلت لك راهو فما خطأ، لازمك تلوج الخطأ. برافو براء، برافو مؤمن، تنيم دو برافو. إيش مانيش قاعدة نشوف برشا ضوء في البيت، برشا ضوء. نو إيش وخر لوحتك شوية، شي ما نرى. إيش عندك برشا ضوء في بيتك، ياسر ضوء، ناقص عايش بنتي. ممكن يشتيلوها هو فاتح برشا. لا لا أصلا ما تسيبش نشوف فيها. تنيم إين، برافو هيرون. أي هيرون، تنيم إين، هبط لوحدك، يعطيك الصحة. يا أريج ميتين، خمسة، خمسون، عشرة، ناقصة حاجة. بيكم كي تحسبهم تلقاهم 465 مليمة. اسمعوني اسمعوني، في الامتحان وقت تحط الإجابة على الورقة عاود ثبت، عاود ثبت على روحك خدمت صحيح ولا غلط. ما تعطيش ورقتك ديريكت لنيستك، عندك الوقت باش تثبت. ثبت عندك ساعة عبر. شوفوا فيها ولا أريش، وريني لوحة متاحة ما غير ما تعاود تثبت. وليه ناقصة؟ ليش تخسر عدد متاعك في الامتحان؟ أريش أصلحت الخطأ؟ قاعدة نحاول. بنتي حاولوا عطينا الإجابة، نستناكي. هيرون تاي زلت قدم أما نعيش ولدي بسرعة شوية، راهو فخاطر الامتحان بالوقت. إذا مش تاخذ وقتك الكل وهكايا راهو تنجم يصير الوقت ما تكملش الامتحان. مش في عقلك، مش في عقلك لدرجة نرقدوا بالنوم وبعد نقوموا. يا أطفال يعيشكم، راهو نخدموا بالوقت. أي أري جاتنا الإجابة؟ ليش؟ أي الإجابة؟ أعطيني الإجابة، أعطيني القطعة النقدية اللي حطيته معي. 200 و200 تري بيان. اي 50 لا سيدتي 50 50 هي 50 هكا ولا اي اي 50 اي شنو سيدتي 10 10 خمسة. لحظة بالليل منش نحطو عشرة ولا اي واش نحطو بعد خمسة. اي بيان خمسة تري بيان. موافقين يا اصدقاء ولا اجل سيدتي؟ نعم. برافو هيرون. نعم قولت الاجابة صحيحة. معناتها انت ما تحطليش 200، ما تزيديش معها 200 غلطه، تقولي مجموع 265 وانا طلبت منك 465. فوالا اي
مثل اقرأ أسرة. أي رنم إن تفضلي. خرج الأصدقاء. خرج الأصدقاء الثلاثة وفيء وأحمد وهشام إلى الحديقة، ثم يتوجهوا نحو المشروبات والحلويات. أخرج أحمد فضت النقود فوجد فيها. أحسب المبلغ الذي يملكه أحمد. أي تفضلي. أنت الوضعية ولا؟ نعم. فضل وي. مؤمن، براء، إتاش. يا واللي نلقى ميكروفون تاعو مسكر يعتبر روحه ماهوش حاضر معايا اللي ما في الحصه. هاو الواحد حر، انا حره زيدا. ريتيج راسك كاسح، ما تحبش تسمع الكلاب، دونك ما تلومنيش كيما نقولكش. تفضل اعطينا الاجابه. المره هذه راني عديتها، من المره الجايه نعتبرك حقا مش موجودة مع أصدقائك. نهيت سيدتي. هاي من طول كلكم نعم. لا سيدتي مزلت. أي أريش بسرعة. ناخذوا وقتنا، أما حاولوا أعتبروا روحكم في وضعية امتحان. أنا عيد. أي بيان. أنا عيد. ناس عند تغوي نرفع الالواح. هاي سيدتي مزلت. برافو رنيم اون، برافو انس. تي اشتبت ما خطا. رنيم دو، رنيم دو عايش بنتي. رجع الصوره عاديه، بدل الريبلون خليه عادي، ما بقاش تعمل هيك. شنو فوالا، برافو ريتيش. مؤمن عندك خطأ. يا مريم عرفت لوحدك. برافو برافو، يعطيكم الصحة. أي هيرون عطينا الإجابة. مئة مع سيريت. مئتين وخمسة برافو، 285 مليم. جيد، تعديو السؤالين بعد وي. أي أريج أقرأ الإجابة، أقرأ السؤال سامحني. أريج نسمع فيك. أوكي ليس تومبي. مؤمن تملك وفاء 475 مليما، امثل ما تملكه باقل قطعه نقدين. فضوي ما تركزوش على القطع النقديه اللي انا حطيته، ما تركزوش على الدوائر. راني نقول لكم راني نحصل نجم نزيد اضافه، ماهوش مقياس. أنهيت، أنهيت سيدتي، أنهيت. أنهيت في ساعة. نعم. أنت أنهيت، ما توريش الإجابة. نعم. لا 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 لا
ألو هايين. برافو. هيا تفيلي. عندو تغواي نرفع الألواح. سيدتي. ابن كامل. أنا هيك. مؤمن خطأ. أنس صحيح. مؤمن صلح غلطك. برافو رنيم. برافو براء. برافو عريش. عريش لا عريش غلطة. نو عريش عندك خطأ. سيدتي أنا صحيح حارتي. لحظاني جيشكم أي. سيدتي أنت قلتي هي مكتوبة في 6 قطع مش بخمسة. ودي قلت لك ما تخزوش القطع اللي أنا حطيتها. وأنا قلت لكم تركزوا على القطع اللي أنا حطيتهم. لا 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 فيك القدوائر اللي أنا نحط فيها. سيدتي أنا هاي هي حاصل لحظة. وريني بنتي لحظة حتى نشوف. أريج. برافو يعطيك الصحة. تري بيان. أنا ساكنة في جبل. دق 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 دق. سيدتي وأنا أجبت صحيحة. شكون هذا اللي عامل الجواب؟ سيدتي برافو هيرون. برافو. سيدتي صحيحة يا ريتيج ديجا قلت لك. أوكي مؤمن برافو. أي أنس؟ 200 مليم. 200 مليم. 200 مليم. أي. هاني نكتب بالكبير باش يظهر لكم. مئتين اي نزيدو اخر. مئتين ومليم اخرى. مئتين مليم اخرى. سيدتي ذيك 20 مئتين. لحظة يا بنتي لحظة. عايشة كاكي ولا تميتين عليه بليه عايشكم. محبش تعليق. انا مانيش باش نحط لكم حاجة غلطة راهو. أي تفضلي أنس. 5 مليم. 5 مليم. أي 50 مليم. 50 20 مليم. 20 مليم. فوالا ها ليه نفسخوها. برافو. ثم طريقة أخرى يا أتفيلا. أي زيدان رنيم دي. شنو طريقتك يا بنتي؟ نطلع بس الإجابة. هاي نتعدي. اشترى أحمد. أي مؤمن تفضل اقرأي. اشترى أحمد كأسا عصيرا قارب 250 مليما وقطعة مربعات 175 مليما. ما هو المبلغ الذي دفعه البائع؟ أي مين هو المبلغ الذي دفعه للبائع؟ راهو مش مثلها في شكل قطع نقدية. هذا نجم نكتب الإجابة أفقية بعد المبلغ اللي مش نلقاوه المثلوه إلى بأقل قطع نقدية. ريتاج عايش بنتي غير حس هاي بتخبي. سيرة تفعل قصتي هذا بالحمام. تفضل. جيتي أذهب إلى الحمام. أنا فيتي.
نسيني مثلت المبلغ هذاك اللي لقيته ومثلته بالقطع النقدية وعملت العملية الآن. أنا عملت عملية في القطع العمودية في الآخر فسخت العملية العمودية خاطر ما تكفيش. في أطفال. هاي. أنا هاي. أرفع اللوحة. عند الطواي أرفع الألواح هاي. كيرو سكيليا كيرا نيمدو هيا أطفال نيمدو يم داكار برافو بي أريج مثلتي لقطع نقدية بي أريج مثلي لأقل قطع نقدية ومثل المبلغ بأقل قطع نقدية أعطيك الصحة جبتك صحيحة سليم برافو أنس برافو أنانيم أنانيم باردون ريتيج ريتيج مش نعطيك لا مش نحكي معاك أنا بالكل نعدي جولي تعرف علاش مش نعديك هاي سيدتي هيرو تفضل سيدتي برافو يعطيك الصحة أريج برا براء أي براء وريني اللوحة متاعك أي أي ولدي تفضل أي بس ما خدمتش مأمن وي أي وريني العمل متاعك برافو هيرون اي ولدي مثلا الى قطعه نقديه مؤمن اجابتك برافو اي رنيم اعطينا الاجابه ما هو المبلغ الذي دفعه احمد البائع دفع مئتين مع وخمسون مع مئتين مئتين مع مئتين راني معيش بدي لك شوية راني نعم سيدي في مئتين مع مئتين نون مع أنا قلت لك عطيني العملية العملية الأفقية ما هي العملية مش نعملوها مئتين وخمسون مع مئة وخمسة وسبعون يساوي أربعمائة وخمسة وعشرون أربعمائة وخمسة وعشرون ملي برافو أي هو هيرون ومثل أربعمائة وخمسة وعشرين أربعمائة وخمسة وعشرين ملي بأقل قطعة نقدية مئتين مع مئتين إيش نبدأ؟ مئتين مع مئتين ما خمسة مع عشرون لا لا لحظة نجيبوها الميتين اللي ألفوها من عند الجيران فوالا ها مئتين مع مئتين نزيدو مئتين أخرين مع كم؟ مع خمسة مع خمسة مع عشرون عشرون فوالا ونزيد واحدة أخرى خمسة ملي أي بيان برافو يا أطفال أي نتعدى
تعدل هكا لأطفي شو اسمك أنس وريني فما ورقة فيها مربعات ومستطيل وكل حكاية الأضلاع والرؤوس كيف تساعي لا وريني ورقة أضلاع والرؤوس رينا حمينهم يا أطفال ولا سيدتي أنا قريتهم الأضلاع والرؤوس حمينهم أي بيه عدي هيك الورقة سيدتي الورقة يسب بني سيدتي أنا قريتها في الأضلاع والرؤوس المعلمة وكيفاش يا ودي ما نعرفش اسكو داخل انتم عندكم في الامتحان ولا ما عنديش فكرة الحق هذه سنة ورقة سيدتي سيدتي أجيب رابع ورقة سيدتي لحظة بالله لحظة أي مؤمن لحظة يا ولدي أوكي يا أنا السي لحظة نكملوا طويلة اللي بين يدينا وبعد كنا نرجع لكم الأوراق أضلع والرؤوس سبع ورقة أوكي أي أطفال أي حساب ذهني ما فيها يا ويصير منه حساب ذهني بالورقة وشتيله يا بنتي حساب ذهني دون لا تت حتى تغزل الشيشة وتبدأ تخمم أنا أخمم كل شيء سهل يا أطفال نعطيكم وقت باش تخمم وي بديت فين عرفت شكون قا صعوبة قريتوا الطرح انتوما ولا قرينا جمع والطرح جمع والطرح اوكي انا قلت لك فهمتها انتي بطلت نعم ما قريناش العدد اللي فوق 400 مش بعيد انا حتى انا وصلت حتى ال 400 400 انا مش نبدلها لحظه انا مش نبدلها هاي ليش مشكله ما فما حتى اشكاليه بدي احنا قرينا عادي جدا راهو عادي ما تخافوش نقراو الفوق 400 احنا تو في الخمسة احنا تو في الاربعمية وتسعة وتسعين مش اشكالية لو مش اشكالية مش اشكالية بالكل خاطر هما نفس السيستم يتعاود اي حاضرين نبداو اي مؤمن مع 150 تساوي 300 150 برافو 150 نعيط ويعطيني إجابة راهو إيش؟ نعم مع كم تساوي 220؟ أنا بالحمام تفضل يا ولدي أريش 120 مع كم تساوي 220؟ مع 100 مع 100 برافو أنس نعم سألتي مع كم تساوي 315؟ 115 السلام عليكم السلام عليكم سيدتي عسلامة عسلامة يا أخي تشبيها تعمل لي سيدتي مش تسكر عليا الزوم ولا شنو؟ نعم مش تسكر عليا الزوم ريتاج ما تسمعش الكلام شبيها شعملت؟ ريتاج طول الطول الميكروفون تاعها مسكر نبهت عليها من الحصة اللي فات واللي قبلها لا معش سكر المايك صحابة كل صحابة معي اخوتي يقراو معاها خاطر ممكن وانا كنت لبرا انا محنا مش بحذاها وتبدا اخوتها يقراو وتسكر هي لك علاش انا مش نسمعها جيت تتكلم حل الرتاجة ايه ما يصيرش راهو حتى المدير مرة فاتت سي محمد حكى معنا في الموضوع هذايا وقال لي مش نعطيهم تنبيه صغار الكل
حتى واحد ليسكر الميكروفون والكاميرا. راهو اللي سكر الميكروفون والكاميرا نجم نعتبره مش موجود في الحصه. وكا انت ما تقصيش معناتها من الحصه هي كنت تجي يا ريتاج ما زدت سكر الميكروفون مانيش باش نسمعك في الحصه. عاد تتبع اما ما نقلكش تفضل نسمعك. الكل راهو كيف كيف الكل نعرف اما هي بالضروره احنا نوصيوها باش ما تقلقكمش الحصه ذاك علاش راه مش على حاجة فقط شد ردة حس بحذها ما يقلقكمش انتوما تحل وقت الجمع تجاوب الكاميرا محلولة على طول. انا نفضل اليوم اللي ميكروفون محلولي هي ما نعرفش انا نفضل وكا نفضل يا خلاص تخيل اروح كارل ايا اتيلي رنيم دو اي تفضل اي لا ما غير ورقة وستيلو ما غير لوحة يجي اي 387 الا كم تساوي 143 اي رنيم اي هذيك على تقول خدمات معاها نخدموا بالمكمل كي تبدا عندنا هكا عمليات هكا نخدم بالمكمل عرفت الطريقه كما هكا بالمكمل يعملوا العمليات توا جينيرال مو هكا وعملنا افكك الى حدين متساويين فقط اي افكك وسبع احنا حتى ذي راهي مكمل اما عمليه طرح اي صحيتك ريت صار له ريدي كول وقفت معاه كاد مكتوب الصباح هو الصار الثاني هذا يقول لها هي تفهم كيفاش قلت لها ريا الا الكم معاك هذا ليه اصلا برشا حس راني بالله عايشكم ما غير حس رنيم دو رنيم دو وي مدام اي بنتي اي نخدم انا وياك ام صحابنا معك سبعه الا كم تساوي ثلاثه او كيفاش تعمل الحكايه هذه سبعه الا كم تساوي ثلاثه ها تشجع أربعة ولا عملي هالأربعة لا لا شو بيتفرع سيلا أربعة ب متعدي وتورق من العشرات ثمانية إلا كم تسوي أربعة ثمانية قديش نقص منها باش نلقى أربعة شريتي أنا لا رنيم دو رنيم دو ميكروفون أوفر عايش بنتي ميكروفون محلول راني سينو كيف ما ريتيش ثمانية إلا كم تساوي أربعة نقص منها أربعة بقى فوالا تعدي للإيحاء توا رنيم ميكروفون محلول آخر مرة تنبيه ثالث ما خاطر تنبيه ثالث ما يتسكرش وحده الميكروفون كيفاش يتسكر وحده سيب الميكروفون ليش لا نتعدى تو ثلاثة إلا كم تساوي واحد كلكم تتبعوا اثنين فوالا قنيش الإجابة شكون مش فيها؟ 42 244 فاهمين ولا يا أطفال؟ فاهمين أي هيرون تفضل يا ولدي أربعمائة إلا مئتان إلا مئتان خيب يا يعطيك الصحة برافو يا ولدي أربعمائة إلا كم تساوي سبعون؟
عندي عندي قطع الاجابه على راني فين عايش بنتي اما بالليل عايشكم ليش نسمع في الحس ليش الحس انا ما نسمح لوحدي علي راني مين تفضلي بنتي 170 الا كم تساوي 70 100 خيب يا بنتي يعطيك الصحة سهل ولا صعيب يا عطير سهل أيا أفككوا منتنا أي سؤال ثاني أفككوا إلى حدين متساويين ريتاش أفككوا إلى حدين متساويين ركزوا في السؤال أي ريتاش تفضل 480 كم مع كم حدين متساويين فكك ال 480 نعم ليها حدين الورقة والرئيسة حساب ذهني ما غير ورقة يا بنتي راك غلطة حساب ذهني ما غير ورقة باش تفيدو ليا بنتي واش تعمل ذهني ذهني نعم قولي 240 مع 240 يعطيك الصحة برافو يا ريتاج قلت لك يا لازم ناخذ الزوم ونرجع مش تلفني نشوف نتيجة تاع التمارين ناخذ الزوم ونرجع نشوف نتيجة تاع التمارين علاه مش ظهرت لك ماشي شوف فيها زي نخرج نهاري اي بي برا اخرج عاود ادخل نستنى باي اي هيرون تفضلي وفككوا 200 200 الى حدين متساويين 1 مع 1 200 مع 100 مع 100 يعطيك الصحة 100 مع 100 أي راني بدو أي تفضلي برافو 240 هي 120 مع 120 يعطيك الصحة نتعدى التو شكون باش نتعدى مؤمن اي ودي تفضلي 300 مع 150 مع 150 بالصدفه جاتك انت اول سؤال الساعه مؤمن ذكر الساعه خدمتي لي انت 150 مع 150 جاتك يا بيدا 150 150 إذا تي فما اللي جنب 300 فما جنبها 500 أي 500 شكون يخدم لي 500 أنا سيدتي أنا ليه أنا عليه ليه يا أريش تسعة أنا سيدتي أنا فوق 400 499 زيد واحد تلقى 500 أنا اي انا تفضل اي اي انا ساعتي اجابة 500 هي تساوي كم مع كم عددين متساويين عددين متساويين كلكم تركزوا في 500 يا اخي استنى أنس أي أنس سيدي أنس قلت الإجابة ولا قدم فوق
لك تقول الإجابة على اللوحة. يا سيدتي هذا حساب ذهني. حساب ذهني، نعرف حساب ذهني. نسمع في الفوضى وكوانا. سيدتي نجم نوريك لوحتي. لا لا يا بنتي لا، الا ما يكمل صحابك. تراخذوني على اللوحه تركيز 500 تساوي كم مع كم؟ اي انا سيلة عندي. أي أطفال؟ ندخل ألواح؟ أي رتاجي؟ سيدتي أنا برافو. سي سمعتك أنت لفظية، سمعت الإجابة بتاعك، برافو مؤمن، يعطيك الصحة. رنيم برافو رتاج، برافو. أنس أي أعطينا الإجابة؟ 250 مع 250 هكا ولا؟ نجم تخدمها مع تعال. طيب أي هيرون أي؟ 250 مع 260 أي؟ بلي عايشكم شوية هدوء أي؟ أي هيرون؟ لا لا هيرون راني بأون نو. صفر في الأحد، صفر صفر في الأحد، نعم صفر. أوكي برافو. بي والعشرات قد نحطو؟ في العشرات ثلاثة. ثلاثة بي في العشرات العشرات هكا معناتها بي أي ونيش نحطها؟ لا حد لا يتكلم، ليه عايشكم شوية هدوء. هيرو عدو 30 أخرى. هيرو عايش ولدي دي الإجابة هكا تيح هكا. لا عيد راح صلح الخطأ. أي لا 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 هيرون 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 أقرب. نعرف كلكم عندكم إجابة والله نعرف وتبارك الله عليكم، أما هيرون يحب يصلح الخطأ. أيوة دي هذه صحيحة في قبل أضع في الأحد رقم صفر. هين فكوا هيك الستاش كم مع كم؟ ستة عشر ستة عشر ثمانية مع ثمانية. طيب إذا ستة عشر ثمانية مع ثمانية مئة وستون هي كم معك؟ ثمانون مع ثمانون. برافو يا ولدي يعطيك الصحة. سيدتي حتى أنا قيتها ثمانون مع ثمانون. برافو يا ريتاج برافو يعطيك الصحة. برافو برافو يا أطفال. أي باش نعطيكم رقم السؤال الثالث. اي اسمعني، يملك سامي 650 ملي، اشترى حلوى ب 350 ملي، كم بقي له؟ ذهني راهو ما غير لا ورقه لا ستيلو. اللي مش معيط له اللي معيط له يعطيني الاجابه ديريكتومون. نعاود نقرا، يملك سامي 650 اشترى حلوى ب 350 ملي، كم بقي له؟ برا برا كم بقي لسامي؟ أنا أعرف برا يملك سامي 650 سلامة اللوحة نوريها لك. نجم نكتبها على اللوحة ونوريها لك.
لا هذا حساب ذهني. برا أي وزني نحن من أول اللي أحسب صفر 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 إلا صفر كم؟ صفر. إيه وبعد شنعملو؟ خمسة إلا خمسة صفر صفر. يعطيك الصحة. أي تفضلي. ستة إلا ثلاثة. ستة إلا ثلاثة تساوي ثلاثة. برافو. دونك الأعداد قديت مليم. برافو. قلتلكم لقيتوها 300 مليم ولا؟ نعم. برافو. نعم. أي السؤال الرابع. أخذوا أقرأوا السؤال الرابع بالباهي. أقرأوا. أقرأوا بالأرقام التالية. أكبر عدد أصغر عدد. ثلاثة. ثلاثة نقولها صافي ونكتبوها على اللوح. لا 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 فضية فضية. أيش أكبر عدد؟ أي بدي تفضل. 407. دارة قدامكم 407 دارة ولا قدامكم؟ أما لا أرم راهو نجم نختار عدد آخر هي 407 خاطر أنتم وصلتوا لل 499. أما أنا بالنسبة لي هي ما نحطش 407. برافو. هي 740 نعرفها. انا كنت باش نقول عرفتكم مش تقولوا لي 470 خاطر قريت وحتى 499. اما راهو انا هوني لا 470 تركز شويه نلقى فما عدد اكبر منها. 740 فوالا 740 اكبر عدد. ايش عاش بك انا قرينا اكثر من 499. ننظر الى المئات. انا نعرف حتى 999. اصغر عدد. اصغر. اما راه لازم تستعمل ثلاثه ارقام. اي سيدتي نعم. اي نعم. انا سيدتي. انا مبالغ فيه. أي راني بيناي 470. أصغر عدد ليس مبالغ. أصغر عدد من هذوم الأرقام كل 470 يا أطفال صحيحة. لا سيدة 407. 407 لا 407. يعطيك الصحة. راني مئين تقول لي 470 معناتها ما فميش عدد أصغر من 470 في مجموعة هذوما الأعداد. أما أنا نجم نختار 407 هكا ولا؟ أنا جاتني راني مئين صحيح ولا؟ ما أكبر ما أصغر 407 ولا 470؟ 407. لازم نحط 407. برافو. اي مازال الحساب الذهني راهو توا في شكل نكتة. ديفينيت هو عدد احاد هو عدد محدود من غير مستقبل. اه بس سيدتي راهو تخليها الحصة اللي فاتت. الحصة اللي فاتت كل مرة كانها تبعين. سيدتي أنا عندي ورقة مطبوعة منها. ومراتي الورقة. أنا عندي ورقة مطبوعة منها. و الانترنت قصة عندنا 15800 هو رقم يأتي مباشرة بعد 700. سيدتي خرجت مش قلناها في نفس الوقت. أنا معايا
عادي سكرني معاي ليش نحضر معاك. هلو 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 شكون سكرنا في المايك؟ قول هاي سيدتي رجعت. سيدتي رجعت. لا 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 قصت الكونيكشن قصت الكونيكشن قصت ذا ورجع لحظة ورجع. سيدتي سيدتي ليش نحضر معاك؟ نعم ليش نخل ليش نرجع معاك عليه؟ ألو هيا عطفالي سيدتي قطك أحادي هو عدد المحصور بين أنا عدد الأحادي سيدتي أنا عندي مطبوعة ورقة المطبوعة متاحة عندي بعد الصفر بعد الصفر سيدتي عمري لأني سكلي في المال هي ما بتسكر بنتي لا يا عطفال بهدوء يعيشكم أي نخدموا بهدوء أي أنا عدد أحادي هو عدد محصور بين 15 و 17 ومئتي هو رقم مئتي مباشرة بعد الصفر. سيدتي ما فهمتش. ما عرفتش سيدتي. علاش في ست؟ سيدتي ما فهمتش. سيدتي ما فهمتش. أي اسمعني. سيدتي نعم يا بلدي سيدتي ما فهمتش لحظة يا آلي تفهم يا بنتي والله تخرجوا كلكم في يمين وفرحاني ليش باش نعملوا بها جو الحكاية وكهو اسمع شقال أنا عدد أحادي هو عدد محصور بين 15 و 17 ومئتي هو رقم يأتي مباشرة بعد الصفر ما هو العدد؟ سيدتي أي تركيز شوية تركيز أي ولدي ما هو العدد؟ سيدتي عرفت 106 لا ما تعطينيش إجابة ديريكت مع هكاك لحظة يا أنس نكملوا هذه اللي بين يديا ونخدموا لي سيدتي لا هذه الورقة نفسها نتاع هذه المطبوعة نفسها سيدتي اللي أنا حطيتها تويكا سيدتي خيب يعني سيدتي أي أرجعتنا الإجابة سيدتي نعم عاش نحضر معاكم خاطرك ما تحبيش تعطيني الإجابة معاهم نعسينا والله نحبك يا بنتي وراك عسل الدنيا قصت الضوء عاودت رجعت يا بنتي والله نحبك انت يا ما غير نحب نحسك ما تحبش تسمع كلامي دي أين أول ما بديت انت معايا باي باي أحلى زينك وأحلى ضحكك بعد أريش انت تعطينا الإجابة خمم في الإجابة اللي بعدها أريتش ألو أريتش خمم في السؤال اللي بعده أريش مش تعطينا الإجابة الأولى أريش أنا عدد أحادي هو عدد محصور بين 15 و 17 ومئتي هو رقم يأتي بعد الصفر من أنا؟ من أنا؟ عدد محصور بين 15 و 17 هو 16 أي؟ ومئتي هو رقم يأتي مباشرة بعد الصفر ما هو العدد الذي يأتي بعد الصفر؟ واحد مئة. من أنا؟ مئة مع 116 برافو أنا اللي أنا اللي تيجي أوكي فرج عنده مشكلة في الكونيكشن مأمن أظن خرجت أنا عدد أتكون من أحاد وعشرات ومئات من نفس الرقم هو رقم محصور بين صفر واثنين و
واحد. مئة واحد عشر. مأمن. مئة واحد عشر. أعطيك الصحة، 111، كلكم لقيتوها يا أطفالة؟ نعم، أي متنا؟ رنيم دو، أي؟ أنا عدد رقم أحادي أكبر من رقم عشرتي، بس لحظة، أنا عدد رقم أحادي أكبر رقم، دونك أكبر رقم هو في رقم الآحاد، ورقم عشراتي أصغر رقم، ومئتي هو نتيجة عملية 9 إلى 7. أي؟ سيدتي لقيته. أنا عدد رقم أحادي أكبر رقم، ورقم عشراتي أصغر رقم، ومئتي هو نتيجة العملية 9 إلى 7. من أنا؟ أنا لقيته. لا يا رنيم، ذهني، لا لا لا، ما غير نلقى ستيلو. أي بنت تفضل، أي؟ من أنا؟ هيا. أنا جاي من الأول. 219. لا. ورقم عشراتي أصغر رقم. أصغر رقم. خيب يا 209، برافو، يعطيك الصحة. برافو راني. مدامي فرحك بعثهم نبعد له رق، يسترك خليه يتراجع بيه. يسترك. إيه الله يبارك، أنا بعثهم مدام مدير باش تحطهم على البلاتفورم. أنا عندي الأوراق. إذا ما راهم أنا حطيتهم راهو على المنصة لوتخ فوا تلقاهم، أما توا نعاود نبعث لها دو دو سويت، جوست كمل الحصة نبعثهم لها. أي هيرون أي؟ أنا عدد التكون من أحد عشرات ومئات، وأنا أصغر. أنا عدد التكون من أحد عشرات ومئات، وأنا أصغر عقد. وأنا أصغر عقد. سهل. أصغر عقد. لا ما قالش أكبر عقد، قال أصغر عقد. أصغر عقد. أصغر عقد شنو هو؟ 10. 100. 100. 100. برافو. موافقين ولا يا أتشيل؟ لا. موافقين. أنا عدد محصور بين. أي أريجي؟ أنا عدد محصور بين 183 و 197، وأنا عقد. وأنا عقد. من أنا؟ لا مؤمن عايش ودي، لا 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 لا، أنا عدد محصور بين 183 و 197، وأنا عقد. من أنا؟ أي من أنا؟ سيدتي إحنا ما قريناش العقود. العقد هو 10، 20، 30، 40، 50، 60. سيدتي 100، 110، 120، 130، عطناش 100. ولا 150. سيدتي 160، 170، 180، 190. ولا هكا المؤمن قاعد يسمي فيهم العقود. دونك زي ما انا اما عقد نكون موجود بين 183 و 197. تو قال مؤمن، تو عطى الإجابة مؤمن. أي من أنا؟ رنيم إين؟ 180. رنيم إين؟ من أنا؟ مع المائة.
أنا 180. كيف 180 يا أطفال الصيحة؟ لا أنا 180 آخر عقد. نعم؟ مع آخر عقد. بلي عايشكم شوفوا الإجابة متاع رنيم أون. رنيم أون قالت 180 زعما 180 صيحة؟ لا فوالا يعطيك الصحة رنيم أون 190 برافو سيدتي. سيدتي أيوة أنا عندي تصوير ليه لحظة شوية هدوء يا أطفال شوية هدوء نسمع أنس. أنا عندي تفسير انت عمل أنا عدد أن أتكون من 11 وأنا أصغر عقد. أي لو قال أنا عدد أتكون من 11 وأنا أصغر عقد يعني أصغر عقد للمئات. ولو قال أنا عدد أتكون من 11 وأنا أصغر عقد يعني 10. ولو قال أنا عدد أتكون من 1 وأنا أصغر عقد يعني 1. هاتك الصحة يا ولديش. أي فهمتوا التفسير متاع أنس ولا؟ نعم. قال لكم لو كان جاء قال لك أنا عدد أتكون من 11 وأنا أصغر وعقد دونك شنو من أنا؟ 10 أكا أنا عندي 11 10 أصغر عقد. وكي قال أنا عدد أتكون من 1 عندي 1 برك وأنا أصغر عقد دونك شنو أصغر عقد عندي 1 واحد خدنا أي نتعدي وي هيروني أنا عدد يأتي بعد 170 وأصغر من 180 ورقم أحادي محصور بين 5 و7. ولا أنا عدد يأتي بعد 170 وأصغر من 180 ورقم أحادي محصور بين 5 و7. أي أطفال أي هيرون عدد محصور بين 107 و 5 محصور بين 7 6 محصور 6 5 7 محصورها 6. أنا عدد يأتي بعد 170 وأصغر من 180 ورقم أحادي محصور بين 5 و6. أول حاجة شنو العدد اللي يكون محصور بين 5 و6؟ 5 و7 سيدتي. 5 و7 أي شو العدد اللي بين 5 و7؟ 6. دونك 6 مش نحطوها في الإحاد هكا ولا؟ نعم. وقال أنا عددي يأتي بعد 170 ويكون أصغر من 180 ويكون رقم إحادي 6. معناتها شنو نجم نقول؟ من أنا؟ أنا ميرون. من أنا؟ سميلة. من أنا؟ رقم أحادي محصور بين 5 و7. دي 6 هكا ولا يا هيرون؟ نعم. وأنا عدد يأتي بعد 170 وأصغر من 180 دونك شنو مش نقول أنا تم؟ لحظة يا أنس. بعد 170 160. بعد 170 160 كيف هي؟ سيدتي يأتي مباشر يأتي بعد 170 وأصغر من 180. أصغر من 180 ورقم أحادي محصور بين 5 و7. سيدتي يعني العشرات أعطى لنا الإجابة. العشرات ظاهرة يعطيك الصحة. العشرات هي 17 هكا ولا يا أطفال؟ نعم.
نعم إيرون فهم ولا؟ نعم نعم فهم. هلا أين تعدي ضيف؟ كلنا نخمموا في الإجابة اللي بعدها الأخيرة. سيدتي أنا أكون قبل 116. رقم أحادي هو نفسه، ورقم مئتي هو نفسه، أما رقم عشراتي أقل بإثنين. أقل بإثنين. يا رنيم شبيك يا بنتي؟ رنيم دو كيش كتيا شفما؟ أنا عدد أكون قبل 126. هاي شو بك هذا؟ رقم أحادي هو نفسه، رقم مئتي هو نفسه، ورقم عشراتي أقل بإثنين. اثنين إلا قديش من أنا؟ أنا؟ لا 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 مؤمن نعرفك بطل ونعرف عندك إجابة. يعني سنين يعني قيت. برافو. ترى حطوا لي إجابة على اللوحة لكلكم اي. اخي ما عملتوش بها جو هذه التنشينات. انا جيت بها. تفرهدتوا ولا؟ جبت اي انا تفرهدت. نكسروا الريتم بيان سيغ. برافو رنيم اون تكسحة. خي بيان. من انا؟ ليش 106؟ وي تري بيان 106 تري بيان. رنيم 2 رنيم 1 سامحني عاود ارفع لوحتك. قديش كتبت؟ سنين. لا سامحني قلت لك صحيح يا غلطه. انا عدد اكون قبل 126. رقم أحادي هو نفسه، ورقم مئتي هو نفسه، أما رقم عشراتي هو أقل بإثنين. من أنا؟ أي هيرون؟ رنيم دو. سيدتي أنا صحيح مؤمن. صحيح مؤمن، برافو، من قلت لك؟ 601 أنس. أنس؟ هذيك 106. مقلوبة. أي أريج 106. برافو هيرون. برافو هيرون. رنيم دو. رنيم اون تخي بيان. رنيم دو. برا برافو. الإجابة 106. تخي بيان. برافو. بي منتنا اي سبوي ثلاثي ذهني ثلاثي اسمح حاجة فهمتش واجرف احسب ما فهمتش بنتي خي صفر قطع ما فيأتي اثنين صفر من خمسين صفر قطع من صفر من خمسين يعني ما سمعش خمسين ولا صفر خمسين ما يا أريج عايش بالنادي عامل محاولة حاول تقرأ. أنا أعطيكم وأعطيتكم هنا تابلو قال لك عند أحسب ثلاثة قطع نقدية 2 مليم، 0 قطع نقدية 50 مليم، 4 قطع نقدية 100 مليم، وقطع 5 مليم. في بالي مفهوم أنا هذايا. أي أريج؟ من أنا أي؟ معناتها القطع النقدية كي نقول لك 3 قطع نقدية 2 معناتها 2. نزيدوها قطع أخرى اثنين، ونزيدوها قطع أخرى اثنين، هكا ولا يا أطفال؟ أي فازي من أنا؟ هاي نستنيكم أي؟ سيدتي أنا حبش حس.
سعيدة لقيتها. أنا جدول عندي. أنا جدول عندي أصلاً. سيدتي وجدتها. سيدتي أنا صحية. أيوة دي نستنى فيكم أنا سعيد كملتوا. سيدتي صحية. لحظة عيش بنتي كنا نرفع الألواح. برافو مؤمن. على رنيم إين. برافو أنا رنيم دو. رنيم هيرون. برا الإجابة. سيدتي أنظري. غلط يا بنتي 465. خطأ يا بنتي عاودت بدي أنس. برا عاود 50. برا أي 405. لا غلط ولدي الخمسة علاش تحطها في المئات؟ خمسة عشر إيه حاضر أهو. برافو أنس. برافو رنيم. ألي برا رنيم دو هيرون. أي رنيم هبط لوحدك يا بنتي يعطيك الصحة. أنس. برافو برا. أي هيرون. تساوي 411. فوالا 411. رنيم دو لقيتها ولا؟ برافو. كان عندي ثلاثة قطع أبو اثنين مليم قديش يطلعوا لي؟ ستة. ايه خمسون مليم عندي. لا. ايه صفر. ايه أربع قطع. أربع قطع أبو مئة مليم قديش يطلعوا لي؟ أربعمية. بيه وعندي قطعة بخمسة ملي دونك عندي 400 مع خمسة مع ستة المجموع 411. ولا أي أنا سي عطينا ورقة المراجعة بتاعك. أول سند. أي أقرأ سند. أي أنس. أنس والمعلم اليوم نسمع أنس سي. اتفق تلاميذ السنة الثانية على إنجاز مشروع مجلة القسم. فتقاسم التلاميذ الأدوار وأعد المستلزمات. ساهمت مجموعة عمر بمبلغ مالي قدره 465 مليم لشراء أوراق ملونة ثمنها 165 مليم وصمع ثمنها يزيد عن ثمن الأوراق بخمسة وتسعين مليم وورقة كرتونية بما تبقى لهم. التعليمة الأولى ما هو ثمن الصمغ؟ أي أنس مش تعود تقرأ السنة دي جيش تعطينا المعطيات. تعالنا ورق مقوى ولا ورق تلوين؟ أوراق ملونة. أوراق ملونة قديش ثمنها؟ ثمنها 165. 165 مليم. وصمغا يزيد عن ثمن الأوراق ب 95 مليم. طب شني يا ولدي ما فهمتكش؟ بعد 165 مليم مكتوب وصمغا ثمنها يزيد عن ثمن الأوراق ب 95 وثمن الأوراق 165. السمعة تزيد على ثمن أوراق الملونة بكم؟ ب 95. 95 ملي السمعة يعني هكا مانيش غلطة في السمع. ده
دونك السؤال قال لك ما هو ثمن الصمع هكا ولا؟ وي صمغي. الصمغي. الصمغ، ما معنى الصمغ؟ هو التقلصة. باهي. أي أثاث؟ ثمن أوراق الملونة 165 وثمن الصمغ أكثر من ثمن أوراق الملونة ب 95. مين هو ثمن الصمغ؟ شنو نعملو؟ أي عملية أفقية على اللوحة؟ شو هذه مشروع أطفال باش يعملوها في المدرسة؟ خذيو أدوات مدرسية، مشيو للمكتبة، خذيو أوراق ملونة ب 565 ملي. إنجاز مشروع مجلة. إنجاز مشروع. خذيو أوراق ملونة ب 165 ملي. اكتب العدد 165 ملي مع اللوحة. ب خذيو صمغ بثمن نتاعو اكثر من ثمن اوراق الملونه ب 95 ملي. دونك ما هو ثمن الصمغ؟ معني اول مره نسمعها كلمه صمغ، ما فهمتيش شنو هي لاول مره. هو اللصق. لصق ب افهم تحصيلي. هو سماوه الصمغ خاطر هو ما يتنحاش. داكوغ. باهي اوكي لي زانفون. اي ما هو ثمن الصمغ؟ عملية أفقية. سيدتي أنا خدمتها عملية. سيدتي الإجابة اللفظية هي ثمن الصمغ. الإجابة اللفظية هو ثمن الصمغ. أي وتوا الإجابة عملت العملية أفقية يا أطفالة. أي سيدتي عملناها. أي ترى نرفع الألواح. أي برافو. كم الإجابة؟ الإجابة 260. برافو. أي أريش قلتي 260؟ ثلاثين جات صحيحة. مؤمن هارون براء 165 مع 59. مش 59 يا هيرون، 95. براء ترى وريني لوحة بالبيه يا ولدي. 195 غلط. كيف 195 مع 95 تساوي 240؟ لا يا ولدي تعاود ثبت عمليتك. اي الأوراق الملونة ب 165 165 والصمغ يزيد عن ثمن الأوراق ب 95. ولا دونك ما هو ثمن الصمغ؟ شو نعملوا؟ اي يمكن اجابته 165 مع 95 تساوي ولا يا اطفال. دونك ثمن الصمغ، نمشي نحط لكم الإجابة على الشاشة. ترى ثبت العملية يا ولدي. لا 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 خطأ. 260. 260 الإجابة. مئة وخمسة وستون مع 95 تساوي 260 مليم. براء لا 9 مع 6 15، وذيك الواحد متاع الاستحفاظ في منزلة العشر 16. صحيح ولا لا؟ ما خدتش بيحد مع صديقة، ممكن عصبت بس الواحد اللي فوق. أي سامجمونش تري بيان. أي نسيت، تفضل كمل البقية. السؤال الثاني، ما هو ثمن الصمغ والأوراق الملونة معا؟ ولا أنا مش نقبل لكم السؤال. ما هو أنا هو مكتوب في السؤال ما هو ثمن الصمغ والأوراق الملونة. أنا قلت معا باش تفسير.
ثمن المشتريات هكا ولا؟ لا، ما هو ثمن الصمغ والأوراق الملونة دي؟ أي؟ دونك شنو الإجابة يا أطفال؟ الإجابة الرياضية ثمن الصمغ والأوراق الملونة دي؟ فلا، هذه الإجابة الرياضية وبعد؟ وبعد الإجابة العددية. الإجابة العددية، نعمل على اللوحة الإجابة العددية. أي أتيلي؟ لحظة يا راني، معيش بنتي حتى أصحابك يكملوا. ثلاثين مئة وخمسة وستون ثمن شنية. 165 هو ثمن الأوراق الملونة. ثمن الأوراق الملونة. عمش نكتب لك 165 ثمن الأوراق الملونة. فوالا. طيب بيان سور، تفضل يا بنتي. لا سافا فهميني يا ولدي، سافا ما تعبش روحك. أو كتبت له 165 هي ثمن الأوراق الملونة. وثمن الصمغ هذا يا سيلة وجنا عليه. أنا هاي توجدت. مية وثمن المشتريات. مش كيفاش بالآلاف يا براء؟ عايش ولدي ثبت شوية. جبت براء مش عملية إلا. براء عايش ولدي، وقت يقول لك 108 المشتريات، 108 الأوراق الملونة، وثمن الصمغ، مش نعملوا معاه أم إلا؟ نعم. نجمعوهم مع بعض. كأن ثمن صندوق فيه 50 غلطة إجابتك يا ولي. 50 بذرة. 400 ترى وريني بالبيهي خطك مس. يعطيك الصحة. 25. أي أطفال كلكم لقيتوا كما براء 425؟ أنا لقيت 425. برافو. 165 مع 260 تساوي 425 مليم. أي أنس تفضلي من بعد. وي السؤال الثالث، ما هو ثمن ورقة الكرتونية؟ ما هو ثمن ورقة الكرتونية؟ ورقة الكرتونية قالت بما تبقى. وكم يملكو؟ قديش عنده هو فلوس؟ 465 المجموعة. سيدكي، أو المبلغ الذي يملكو؟ المبلغ المجموعة اللي المجموعة. ما تعطيش إجابة أنس، ما تعطيش. 465. المبلغ الذي يملكو هو؟ شكرا، أنا مش نكتبها لها. أنا حطيت الإجابة، خليني نكتب فيها توا. قديش يا ولدي 400؟ 65 اللي عندهم. 465 من هي؟ 465. يا أطفال نغزو للشاشة، أهو المبلغ الذي يملكون؟ ريتو 465 من ليما، أهو ثمن المشتريات، ما هو ثمن ورق الكرتون هكا ولا يا أنس؟ نعم. ما هو؟ ثلاثين. نعم. أنا عندي ورق رجع بيهم. عندكم كلكم الأوراق؟ أي أنس عندي ورق رجع بيهم. نفس التمرين؟ نفس التمرين، مش من نفس التمرين. طبعا نسمعك، بعد ناخذ من عندك تمرين. أي؟ أي أطفال نستنى في الإجابة؟ إيرون فهمت ولا يا ولدي؟ لا ما فهمت. به المبلغ الذي يملكه هو عنده في جيبه 465 مليم. من 465 مليم شراء أوراق ملونة، شراء هذايا صمغ، ومش شي ورقة كرتون. ورقة الكرتون ما نعرفوش قديش احنا. بما تبقى له. معناتها بما تبقى له
سيشتري هما شنو صنعوا رقم ولون. السؤال الثاني عنده دخل في السؤال الثالث. وي برافو أيهرون، فهمت ولا؟ أي ما هي الإجابة؟ والمبلغ اللي عندهم دخل في السؤال الثالث. أيوة آية تنميح ليش نحصل أولياء الألبيع؟ والله نستنى في هيرون مش يعطيني الإجابة اللفظية العددية معناتها بالضبط العملية كيفاش تكون إجابة لفظية ثمن ورقة الكرتوني بيه والإجابة العددية أي هيرون تفضل 465 أيوة 465 أي مع كل قناة مع أي إل لا إلا أي إل ليه اخترت إلا يا رونا؟ لا هما تبقى لهم ولا خاطر هو قال المبلغ الذي سيتبقى له مشيش بيه الكرتون دونك انا ما نعملش عملية جمع يا ودي نعمل عملية الا خاطر المبلغ المتبقي اختشي اختشي احنا دادتي اي اي هيرون كمل يا ولدي 465 الا ما الا ماذا الا بلي خليه لحظة يفكر بالله يعيشكم مشات اللوحة لا أربعة ليه لحظة خليه يخمم صديقكم يعني باش يكون عندهم مبلغ متبقي يعني شنو عنده مبلغ متبقي يا هيرون باش نعاود نبسط لك المسألة 425 يا هيرون هو يملك 465 مشى للمكتبة أنا مش نحكي معاك بالدارجة والفليقي مشى للمكتبة خذا أوراق ملونة 165 استخرجنا ثمن السمر 260 السؤال اللي قبل هذا السؤال مطلوب ما هي ثمن المشتريات 425 معناتها هو مشى للمكتبة دفع 425 قال أنا كان فضلت لي فلوس مش نشي بيها من الكرتون المبلغ المتبقي هذيك مش ناخذ بيه ورق كرتون دونك قديش مش تبقى له هو اللي مش تبقى له هذيك هو ثمن الكرتون معناتها 465 الا كم سيدتي 260 يا ولدي 260 هذيك ثمن السمغ والاوراق الملونه سيدتي الا 450 جاوب مؤمن انا قلت السؤال الثاني عنده دخل في السؤال الثالث اسمع صديقك اش قال السؤال هذا الثاني ما هو ثمن المشتريات عنده علاقة بالسؤال من بعده ما هو ثمن الصمغ والأوراق الملونة الا ماذا يا هيرون الا 425 طيب يا يعطيك الصحة اي كم يساوي اعطيني اجابة ذهنية خمسة الا خمسة صفر إيه؟ ستة إلا اثنين أي؟ كم تساوي ستة إلا اثنين؟ أربعة أربعة برافو أي؟ أربعة إلا أربعة صفر بلا دونك ثمن ورقة الكرتون هي أربعة وأنا مليم أوك أنا سفق يعطي الصحة برافو هيرون يعني تبقى لهم هو 40 مليم هلا اشراو بيه خيب يا اشراو بيه اي انس يعطيك الصحة كملت المسألة متاعك هي سند سمع اي رنيم اي ناي باش تعطينا زيادة عملية أخرى ناي ميسير شوية من هنا شوية من هذا ريم وشيتي ومريم في رحلة إلى الريف للتمتع بمشاهد الحقول الخضراء الخليبة الحيوانات الأليفة ومنذ الوصول
إذا شنو هذا؟ الأطفال أشكال مختلفة من الحقول مثل نسيت المربعات وخماسية الأضلاع. ما فيهاش قالت تري بيان. أضلاع أنا أعرفها. يا أطفال اسمعوا راني مش قاعدة تقول، قالت لك أرسموا أي؟ أرسموا مثلثة ثلاثي مثلث ثلاثي الأضلاع. أي تفضلوا ارسموا لي مثلث ثلاثي الأضلاع على اللوحة. في الامتحان يقولون كان ما تنجموش بلا مسطرة استعملوا المسطرة، ما مش يقولون ديما. اي مش ديما. مثلث ثلاثي الأضلاع يعني مثلث. المثلث هو ثلاثي الأضلاع. هو مثلث هو معناته مثلث. اي ارسموا لي مثلث يا أطفال. اي باهي أنا كملت نرسم مثلث. أنا قريب. رنيم دو أو ميكروفون أوفير. ميكروفون محلول. أي أطفال أي؟ نرفع الألواح. برافو يا أريش. برافو رنيم دو. مأمن. وي أنيستي صحيح ولا أنيستي راني مسيح العمل ولا ها؟ أي أنيستي عطينا الإجابة ترى هاني حتى أنا مش نرسم لك مثلث ولا المثلث متاعي صحيح ولا المثلث متاعي؟ صحيح صحيح. أي براء إيش مثلث يعني؟ إيه؟ أي راني مين؟ تفضل أي؟ بعد المثلث ماذا أرسمه؟ أرسمه رباعي الأضلاع. ولي مش ترسم لي رباعي الأضلاع؟ صعيب. ليش صعيب يا رنيم؟ علاش صعبت علينا هذا؟ عليه هكا عليه؟ طيب سهل. سهل. ليش صعيب؟ سدتي راني أنا خدمت راني أنا خدمت راني. يعطيك الصحة. أي أبطالي؟ هاي أنا نعيد نرسم رباعي. برافو أريش. أي هيرونية؟ بزيت ما كملت فيها. ما بدك مش تبني لنا عمارة، باش ترسم عمارة قاعد. لا. برافو براء. أي رنيم؟ برافو أنس. رنيم دو. رنيم دو بالمسترة قاعدة تنقش رنيم دو. برافو هيرو. هيرو صحيح. براء اوفغ الميكروفون. اللي بعده. فوالا هو الرباعي الأضلاعي يا أطفال ها. صحيح. هي نتاعك سيدتي. تفضل هكا على الشاشة. صحيح. أنا شفته. أي رنيم ماذا أرسم زيدا؟ أرسم خماسي الأضلاع. خماسي الأضلاع. أي أرسم خماسي الأضلاع. أي خماسي الأضلاع. امشي برا امشي مع المعلمة. تو نجرب سيدتي. انا لا اعرف انا جبت فرق. اي اطفالي خماسي الاضلاع. خماسي الاضلاع سيدتي ما نعرفش. تعرفوش؟ ليش نوريه؟ اي نستي رنيم تفضل اي فهم اريش قال لك كيفاش خماسي الاضلاع. خماسي الاضلاع معناتها فيه خمسه اضلاع. يعني هذا الضلع. ركاردي وهذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع وهذا فوالا فوالا والحسين 3 4 5 1 3 4 5 6 انا اللي رسمته قداش 6 فوالا سيدتي اضلع انا غلطه انت غلط
أنا ماني حبيتكم تعالوا تفيقوا بالغلطة اللي أنا عملتها ولا بشتراني أنا عملت 6 ولا 5 بوالا برافو. أنا أنا فقط أنا هي أنس طيب يا مؤمن لحظة ولدي برافو براء أنا هي فتيحة برافو أي ماذا أسمو أيضا أي رنيم دو أي برافو يا بنتي يعطيك الصحة أنا مرة أطيل بقطيع من الحيوانات وهي ترعى فقام كريم يعد البقرات فوجدها 127 بقرة وعد شيد المعزة فوجدها 85 معزة أما مريم فقد قامت بعد الخرفين ثم قالت لهما إن عدد الخرفين يفوق عدد المعزات ب36 أبحث عن عدد الخرفين أي أنا مش نقبلكم على الشاشة أي عدد البقرات قديه؟ عدد البقرات 127 فوالا عدد البقرات ولا لا شو بدي اكتب هكا اذا مش هيك مئة وسبعة وعشرون مئة وسبعة وعشرون مئة المعزيد جي خمسة وسبعة وعشرون أنا هيت أنا هيت أنا مزلت أنا معروفة أنا لي إلا بالمعروفة معروفة إلا مع ليه متعطيهم شي جيبة يا نستي لا سهل عروس عروس مئة وسبعة مئة وسبعة وعشرون المعزات معزات 85 خمسة وثمانون هكا سيدتي متكبرش أكثر حتى هي دخلت بعضها أي ونمشي للخرفين أكثر من معزات ب36 ما هو عدد الخرفين أي أنا أعرف عدد الخرفين نكتب هكا بلس 36 معناتها أكثر 30 تساوي 30 تفوق تتناول لمعزتي ولا البقرات؟ البقرات 127 لا يعني هي الخرفين تفوق تتناول الخرفين عدد ده يفوق عدد المعزات هيدا تي قريب نلقاها هيا تكسحها عزيت فوالا هاي اي سيدي كاي ما هو عدد الخرفين؟ زلت هي اطفالة اي انا نزلت اي بلا بشرى اي انا هايت انا 14 بلاش احفظي صحيح برافو وجدتها رنيم دو مانيش شوف بالبي رنيم اون تري بنتي وريني قد ايه الإجابة رنيم دو 121 برافو حتى انا لقيتها 121 برافو اي مؤمن اي لعبوا معاك البالون قد ايه يا مؤمن 121 برافو مليم مليم لا 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 خروف
معروف معروف حيوانات الأليفة. اسم الفرق بين الليب وحاسة أي أسئلة؟ السؤال الثاني أبحث عن عدد الفقرات والمعدي معا. أي أطفال سمعتوها إيش قالت أنستي رنيم ولا؟ سيدتي حتى انت تلميذة. أنا تلميذة مالا أنا معاكم تلميذة توا. أنستي رنيم هي اللي قاعدة تحضر في الحصة. احسبوا عدد البقرات والمعزات. عدد البقرات 127 وعدد المعزات 85 فلا مين هو العددين؟ مين هو عدد البقرات والمعزات؟ هي البقرة بالفرنسية يا أطفال. اشتلعت شيء غدوة نتذكره. أي أطفالي سيدتي أنا نهار الاثنين عندي امتحان رياضيات. حتى أين أنا؟ حتى أين؟ أي ما كنتش تقرأ فرنسي؟ أي بشراجة. أي بشراجة؟ تبدلوا الجو يا أطفال، بدلوا الجو. الحصة غدوة تبدأ بكري راه مش نبدأ لكم أخر. الحصة بتاع غدوة الفرنسية مش نبدأها 5:15 بتوقيت تونس. 5:15 معناتها قبل ما ترقدوا انتو ما تعملوا شوية فرهيدة وكا؟ أنا حصة الفرنسية غدوة تبدأ 5:15 ما هيش 6:15. سيدتي أنا بعد ساعتين مش تبدالي العطلة. أحي كنا مش نخرج في عطلة ملا يا أتي. ما لازمش تخرجوا عالم نعاود نقول لكم غدوة حصة الفرنسية راهي تبدأ 5:15 تبدأ بكري على الوقت متاع قبل جيس باش نتفرجوا شوية. أوكي أوكي هلا أنا لقيت الإجابة. أي أطفال ما عدد البقرات والمعزات؟ أي سيدتي مزرت. أي أطفال بسرعة أنا كان جيت العطلة باش نخرج. سيدتي تشوفي لوحة أنهايت. أي رجعتنا الإجابة. برافو أنس. أنا من 127 مع 85 يساوي 212. يساوي 200 واثنى عشر. كم قيتوها يا أطفالة؟ نعم. أدرابش نعطيكم هنا سؤال توا. ما أكبر 121 ولا 212؟ 212. 212. 212. ورتبوا أعداد البقرات والمعزي والخرفين تصاعديا. ورتبوا ديجا أنا وكعتسكم نصف الإجابة. دونك المعزات والخرفين والبقرات تصاعديا. ما هو عدد المعزات والبقرات والخرفين تصاعديا؟ يعني لا ما تقولهمش معدة تصاعديا. لا ما تقولهمش معدة تصاعديا. رنيم
ورتب الأعداد تصاعديا بالنسبة للبقرات والمعزات والخرفانة. معناتها هذه 212 ما نحسبوهاش ما نرتبوهاش. أي ما نرتبوهاش. فوالا. بكم تحصلوا. أنا فقط بها ما حصلت. وي. أنا قريب. معناهم السنين على خاطر مش معناهم. فوالا. وما طلبش منا هو. هو قلنا البقرة والمعزات والخرفاء. أي. أي أكل تصاعدي يعني؟ برافو أنس. مأمن. وي. سيدتي عندي برشا أسند دارة. سند وسند. برافو رنيم دو. أريش. أنا. براء. برافو هيرون أريش برافو أي هيرون أي غيبنا مؤمن أرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا صحيح أنس نعم عملت الإجابة أي برافو وريتها باه أي أريش خمسة وثمانون أصغر من مئة وسبعة وعشرون مئة وسبعة وعشرون أصغر من مئة وواحد وعشرون صحيتك تربي لي أنس عنده مسألة عجبتني أي وريها يا أنس ولا أقرأ لأصدقائك أي السند الثاني أي أما مجموعة سامي فشرت ملفات صراحة احنا ما زلنا في حكاية المشروع. أي ناس تفضل أي؟ ملفات شفافة فقدمت للبائع 368 وأرجع لها 53 التعليم كم ثمن الملفات؟ ثمن الملفات؟ أي كم ثمن الملفات أي؟ به أي أنس عاود من العلي أي عطيني المعطيات وكهوي 365 مئة هو المبلغ الذي دفعه هكا ولا؟ 368 المبلغ اللي دفعه الذي دفعه ولا قديه؟ لحظة قديه؟ 368 368 مليم بيه؟ ماذا اشترى؟ اشترى ملفات هكا ولا؟ نعم ملفات كم ثمنهم؟ لا نعرف السؤال هو كم ثمن الملفات؟ وأرجع البائع له وأرجع له وأرجع ولا وأرجع بيه؟ 53 دونك فوالا أي يا أطفال المبلغ الذي دفعه 368 مليم وأرجع له 53 مليم 108 ملفات سيدتي أنا عندي ورقة قدمتها كلها فيها أطرح سؤالا أجيب عنه الوقت ما بقاش يكفينا يا ولدي أي نعم ما هو ثمن الملفات أي أطفال أي عايشكم أي أي تفضلوا أعطي الإجابة 108 الملفات شنو نعملوا أي؟ 108 الملفات أي على اللوحة بسرعة أي برا 368 هذيك أي شنو نعملوا لها؟ اللي كانت عندهم هما حطوها كلها في الاخر البائع رجعت 53 يعني الملفات عندها خصوصا في اثنين هذوما المعطيات يعني شنو نستعمل في العمليه هذوما المعطيات في اثنين اي يعطيك الصحه
أي أتيلي؟ ليش عملية؟ عملية شنية؟ عملية طرح. طرح. عملية طرح. أنا كلنا دفعه. هو دفع 368 ملي. هو تخيلوا حك أنت مشيت المكتبة عندك في جيبك 368 ملي داكار شيت مجموعة ملفات ورجع لك الباقي 53 ملي 108 الملفات ما أملكه إلا أو ما عام أرجع لي إلا دونك عملية طرح هكا ولا يا عتفال أي عملية طرح نعم يعمل عملية الطرح هاي 368 إلا 53 كم تساوي؟ 315 صحيح 315 أنا كنت برافو يا أطفال لحظة أنس جست تعطينا السؤال نطرحوا السؤال معناتها أنت تعطينا معطيات وإحنا نخمموا في السؤال أي؟ أنا يعني من ورقة زي سؤال من أي 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 أقرأ وضعية والأطفال يخمموا في سؤال نشوف حاجة واحدة الوضعية رقم واحد هذوكم السند زي الوضعية رقم واحد ما هي مرتبة بمائتين وخمسة وثلاثين مليم وعصيرا بمائة وخمسة وسبعين مليم وبقي لها سبعين مناسبا للوضعية وأجيب عنه وبقي له كم؟ بقي لها 46 أي أطفالي؟ سيدتي ما سمعتش بالكل ما تسمعوش خاطر على خاطر هو أنتم ما متحبوش تسمعوا معناتها ما تحطوش وضنكم للسماء أطرح سؤالا وأجيب عنه أعطاك معطيات قال لك خذيت مرطبات ب 235 ملي ومشروب عصير ب 175 ملي وبقي لي 46 ملي ما هو السؤال الذي يمكن طرحه شنو السؤال اللي نجم نطرحه اطرح سؤالا مناسبا للوضعيه واجيب عنه واجيب عنه اي اول حاجه قبل ما تخدموا على اللوحه ما هو السؤال يا اطفال سيدتي اعرف السؤال اي هيرون سيدتي انا ما سمعتوش بالباهي مش ديما خلي روحك انت في بلاصه الوضعيه مشيت للباتسوري خذيت جاتو مرطبات ب 235 ملي مشروب عصير ب 175 ملي وبقي لك 46 ملي ما هو السؤال اللي نجم نطرحوه ما هي الاجابه كم ثمن المشتري بي كم ثمن المشتريات وهيك الباقي شنو نعملو راهو لازمك تعمل سؤال على حسب المعطيات هذوما الثلاثة ثمن المرطبات والعصير والباقي انا نعرف السؤال لازم نطرح السؤال شوف يعني ما عطانكش شني قد ايه عندها فوالا انا ما نعرفش روحي قدر عندي فلوس هكا ولا يا رنيم دو اي تفضل يا رنيم دو يعني انا قلت لي نعطي لك الجواب اي رنيم دو نعم رنيم دو تكلم يا بنتي عايشك ايه ما سمعنا الصوت عندك ساق كم يملكو بنية مش وليد اللي هو كم تملكو كم يملكو
كم يملك؟ كم بحوزتي؟ برافو. أي نعمل المجموعة. كم بحوزتي يا أطفالي؟ كم كان عندها؟ وإلا كم كان عنده؟ أيوة نجم نختاره. أي أطفال عمل المجموعة؟ اللوحة. أي اللوحة بسرعة؟ أعطيت لكم لغاية سهلة. أي سهلة. كن يعرف أمنقص؟ أنا أطفالي إجابة قديه؟ بسرعة يعيشكم أي؟ الثلاثة معطيات نجمعوهم مع بعض 235 و 175 و 46 235 أنا عملت لكم الإجابة اللفظية. عملوا الجمع اللوحة. يا في سيئ كملنا بسرعة. أنا نعرف الجواب. الإجابة اللفظية. أي أطفالي أي رنيم دو كم الإجابة؟ ريتيش مش خرجت. أريش لحظة تبتي تنزل مين هاي 235 مع 135 تساوي اللي كم اللي يرفع لوحة وكهو؟ خليكم نسيتكم أناس. اللي كم اللي يرفع لوحة وكهو؟ رن أي مش أنا استرى شوف إن الألواح صحيحة ولا أي؟ يعني صحيحة. أي؟ رنيم دو براء مؤمن أريش. الأسماء اسمه وقال صحيح يعني هبط لوح. رنيم صحيحة. أي مؤمن. مؤمن صحيح. برافو. أي هيرون. أي هيرون أي يعطينا إجابة بسرعة. أنا مثلت نثبت. ثبت يعطيك الصحة تقول لي نثبت. برافو. أريش أنا مبارح برشا عمليات عملتها. صح يا أنس. أي أطفالي أي رنيم دو قلنا على الإجابة؟ 235 مع 175 تساوي 400. برافو. كم لقيتوها يا أطفالة؟ برافو. أريش. أي أطفال الحصة انتهت. عملنا جو اليوم وتفرعدنا.
يعطيكم الصحة. بون ترافاي، بون شانس، حظ موفق. أي ثبتوا بالبي، ركزوا بالبي، اقرأوا السؤال بالسمح. قبل ما تقوم سي كمل تعاود راجع الإجابة متاعك. إن شاء الله نشوفكم غدر في حصة الفرنسية، أوكي؟ أوكي. علي أرغوار. أرغوار. باي باي.